اليوم من قفصة الإيبية، من قفصة العزيزة الغالية، شنو الرسالة اللي تحب توجهها لرئيس الجمهورية؟ الله يعطينا بالغيث النافع وربي يصلح حال رئيسنا وشعبنا والمتكلفين علينا، وربي يسترنا في الدارين بجانب الحبيب. هذا ما نقدر نقول. شنو تحب تقول لرئيس الجمهورية؟ باش تنصح شنو تحبوا يعملوا؟ عملنا لفت شوي للجنوب فقط، لفت الجنوب راهم ناس ما لها تعب، مرضى في الرزق في المطر، المطر ما ثماش، ربي يدوب علينا وعليه وربي ان شاء الله يساهل ما وصعيب. رسالتك راش الغنوشي يا بابا، شنو تحب تقول؟ الله يفكنا، ابعد الشر له. لا لا لا، بينه وبين الخالق هو اللي خلص في الدنيا وفي الاخره. لا بينه وبين مولاه. رساله رئيس الجمهوريه. شوف ولدي نبينا ونصلوا عليه. انا نتمنى له الخير والسلامه ليه ولكل مؤمن ساعة، ونتمنى الخير لتونس كاملة، لأنه نحن ما عناش وين نعيش وغير وطننا، ووطني قبل بطني، واضح ولدي؟ وطني قبل بطني. أي نعم سيدي، بطني كنقول لك معناها راني نقول لك فيها من الصميم، مانيش مبالغ ولا فهمتني؟ هذه نقطة. اثنين، حنا نعيش في تونس ما عناش غيرها، يزم نستهلوا فيها وربي ان شاء الله يقدر الخير. اي رسالتك الرئيس الجمهوريه شنو تحب تقول له معناتها استاذ قيس سعيد، شنو تحب تحكي؟ نقول له ربي يعاونك، فهمتني؟ مبدئيا وربي ان شاء الله يجيبنا ويجيبك على الصلاح. كو رسالتك راشد الغنوشي وهو ان يقبع في السجون التونسيه، شنو تحب تقول له معناتها؟ نقول له ربي ان شاء الله يشفيه وربي يطول في عمره. ربي يقدر الخير وكو. تعرف كيفاش؟ باختصار تونس مسكين نهار بيكون في عونه. ربي يكون في عونها. الناس وكل شيء هي كانت تحلب، اعطوها شوي علف، كل انسان يحاول يعطيها شوي علف باش نلقوا الحليب. اما اذا كان احلب 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 يقعد كذا الدم حتى الدم ما يقعدش وتنتهي البيع هكا وباختصار تام. تونس فيها بركه على بركه، خير على خير، وبلاد طيبه سمحه باهيه تشبع مليها واللي جاي، ولكن هذا من ما بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو إحنا الخبز لو إحناه ما كرمناش نعمة ربي، جاز زيتون ملوح، الزرع ما بوش يلموه، أنا فلاح نقول لهم هاي ولم وحزوا الزرع بثلث ما بوش تنعم، هاي هز الزيتون بلاش ما باش، أي نعم فلاح أنا. أي نحي الزيتون ما عنديش نعمة ربي نحفظوها ولموها حرام كي تقعد ملوحه ما بوش جوز شاب خلي جوا العباد باش تعرف نعمة ربي. ولا إن شكرتم لأزيدنكم، والشكر يكون استحفظ عليك النعمة باش تدوم لك، ونخدموا نخدموا 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 باش تعش. أما كان نحلب أحلب أحلب وما نعطوهاش شوي علف، هاي وقفت البقرة ماتت. بابا محليك ومحلي كلامك الصواب الحق. يقول لك اليوم رساله تحب توجهها انت، رساله حره منك انت الاستاذ رئيس الجمهوريه قيس سعيد اعلى هرم في دوله تونسيه، شنو تحب تقول؟ نقول له اعمل مجهود، اعمل مجهود، كون مطلع على الناس، اعمل مجهود، اعمل الجنوب للشعب الكل، كل تونس، كل تونس، كل تونس. رسالتك راشد الغنوش. اي ربي يجي في الصواب الناس الكل، ربي يجيب الناس الكل. تعرف كيفاش؟ انا كنت في الاول نخرط في بعض احزاب، واذا به نيتي نحسابها كدول الراقيه الاحزاب تتنافس على مصالح العباد والبلاد، واذا به قصبوا التوانسه، كنا توانسه فئه واحده، الاحزاب مزقونه وفيئونا الشيعه شيعه. انا من وقت ما عادش متبع حتى حزب، خلاص 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 انسقيت منهم نهائيا، حزب ربي والنبي وكاو. رئيس الجمهوريه نقول له ربي يعاونك، ولازم الشغل، لازم الخدمه، تونس بتولي ما تولي بقى ما توقف على رجليها كان بالخدمه، الناس تخدم على تخدم الناس باش تولي تونس باهيه، من غير خدمه ما توليش تونس باهيه، كان بالخدمه. اي الناس تخدم على رواحها، لازم يوفر الشغل للشباب. الناس انا كحرفيه لو كان فلست كان حرفية. انا حرفيه نخدم صناعه تقليديه حرفيه، اما فلست ما عادش عندي حتى ملي
ما لقاش باش نخدم. انا واحد ناس كانوا يعاونوني بمشروع يعاونوني معناها حتى نخدم على روحي. معناتها تجي تطلب من الرئيس الجمهوريه الدعم الدعم لاصحاب معناتها المهن الصغرى. المهن الصغرى صناعات تقليديه. يطبق لنا القانون في امور الكرهبه ذي اللي تحبس وين يجي والنصب اللي تنصب وين تحب تنظاف البلاد. اما البلاد مسخه ومكتظه بالكرهب فوق تروتوارات وفوق فوق استاسيونمون انتردي وهي ماشيه فهمتني. اما نطلب من رئيس الجمهوريه يكمل اخويا في المسار. لا في مسار رسالتك راشد الغنوشي ربي يفرج عليه وان شاء الله ما يخرجش خلاص. فسر لي هذه كيفاش ربي يفرج عليه وش ربي يخرج خلاص. ربي يفرج عليه في صحته ويبقى غادي. يقين يقين ما يزيش 10 سنين خلينا وجلينا هو وجماعته. والله الوضع السياسي وضع مرهون انه الناس تخدم على الارواح. اذا كنت تخدم الناس وتدور عجله الاقتصاد فاعتقادي نحن في سكه صحيح وربي ان شاء الله يجريها على الصلاح. معناها اذا كان الناس تخدم وكل انسان يخدم من موقعه ويقدم في الانتاج نعتقد الامور تتمشي بالباهي. هذا رايي كشخصي. اليوم متفائل بالوضع العام في البلاد؟ متفائل انه المستقبل افضل. المستقبل افضل. نقولوا غدوه خير؟ نقولوا غدوه خير. بصراحه رسالتك رئيس الجمهوريه شو تحب؟ رئيس الجمهوريه نقول له واصل والمحاسبه حتى واحد ما هو فوق المحاسبه رجاء. لانه الحيتان الكبار هي اللي دمرت الاقتصاد نتاع تونس. برشا عائلات شويه عائلات قاعده تحكم في الاقتصاد نتاع دوله كامله. رجاء ثم رجاء من سيد الرئيس وبكل الحاح انه المحاسبه لا بد منها. المحاسبه راهي هي اللي تتحل لنا مشاكل تونس، تتحل لنا مشاكل الاقتصاد، تتحل لنا كل شيء. ورغم ما ثماش انسان مش قلبه معبي على الوضع اللي قاعد موجود توا. الناس اللي قاعده تدور وهي قاعده مالكه الدنيا مسحره بالاخر. وربي يقرر خير قدر خير. رسالتك راشد الغنوشي وهو ان يقبع في السجون التونسيه شنو تحب تقول؟ خويا نقول له كانك بريه الله يفرج حالك، واذا كانك ظالم ربي ان شاء الله يخلص حق الناس منك. من مواطن قفصي حر رئيس جمهوريه شنو تحب تقول له؟ نقول له ربي يكون في عونك وان شاء الله تصلح البلاد وان شاء الله تكون قدوه لهذه البلاد. رسالتك راشد الغنوشي وهو ان يقبع في السجون التونسيه شنو تحب تقول؟ والله ما عندي ما نقول له. طاني منه من بيته. ما يزيش 10 سنوات خربت البلاد كلها ومازال مكبش. انا متفائل خير ومتفائل برشا زاد. اما عندي شويه تحفظات نحب نقولها للرئيس. نحب نقول له انه احنا رانا معاك ورانا مستعدين حتى ناكلوا حتى الطراء. اما نشوفوا بلادنا قاعده تصلح. نشوفوا اللي تطلع اليوم تجيه شبهه نتاع سرقه غدوه يصبح في فرنسا. ليش؟ نشوفوا انه احنا مثلا البلاد هذه تبع يجي مسؤول هنا انه حتى تحاول تقابله وما تنجمش باش تطرح عليه اشكال ولا تقول له ولا تبلغ له ولا ارجع غدوه تبقى ترجع غدوه لين تفد. ما ثمش حتى واحد يسمعك لهنا. يا اخي شوفونا المسؤولين هذوما شنو يحبوا منا بالضبط. اليوم وليد قفصه تعاني من تهميش. قفصه تعاني من كل شيء. تعاني من الامراض اول حاجه تعاني من الامراض تعاني من انه قله الصحه، تعاني من قله الماء. الماء موجود اما الاداره ما تخدمش. الماء في قفصه موجود ويغلطك اي انسان يقول لك مش موجود. موجود ناب ما شاء الله وحنا يقص علينا الماء 24 ساعة على 24 ساعة. الوضعية تعيسة لأنه لا من قايم بواجبه. تجي تطرح إشكال تقول لهم يا خويا نادونا خلينا نقولوا على الأقل راه هاي كيفاش تتصلح. صحيح احنا على قد عقولنا وعلى أما بحكم درايتنا بالبلاد نعرفوا حوايج كيفاش تتصلح. الأبجدية تاع التصليح ما يسمعك حد. بالعكس مسؤول تمشي له أنت تدخل يقول لك شبيك تعيط. يعني أكل يستفزك باش أنت تمشي تروح. الأقصى رسالتك رئيس الجمهوريه شنو تتمثل بالضبط؟ اللفته كريمه لقفصه وتونس الكل وقفصه بصفه خاصه وانه يعين لنا ناس اللي تسمعنا. ماناش طالبين حد شيء شخصي لينا ماناش طالبين. اما لفته كريمه وناس هنا تسمعنا وقت تمشي تدق بابه يناديك ويسمعك. انت شنو تحب؟ اذا طلبت حاجه ليك يقول لك برا روح. اما اذا طلبت حاجه مقدور عليها ينفذها يخدم.
رسالتك الرجل الغنوش وان يقبع في السجون التونسيه شنو تحب توجه؟ نقول له ربي يجيبه في الصواب، ان شاء الله اللي يعملوا فينا يلقاه، كانوا خير يلقاه، كانوا شر يلقاه. انا واحد من الناس والله العظيم لا سامحتهم، كان هم عملوا حاجه سمح تو يجازيهم ربي. هم اللي زرعوا الفساد، كانوا هم عملوا اللي عملوه فينا يتحاسبوا عليه، ومانيش مستعدين نسامحوه. يتمنها لنا شويه بالبلاد، يتمنها شويه بالبلاد، يتمنها بالبلاد، يتلفت القفصه، يتلفت للجنوب بصفه عام، يتمنها بالجنوب بصفه عامه، حتى طبخه لوطان تاع الماء تاع الارض تاعنا احنا ما عادش فيها ماء. احنا كنا نزقوا في الغيب بالساعه ب 3000، توا كي ولات ب 6500، الدوبل طور. معناتها كنت تقص في 20 ساعه ب 60000، توا كي ولات تقص فيها 130000. ونهازتنا البلاد. الزيت زيتون انت ما زلت تقدر تاكله كي الفلاح يضر. لا توا كيفاش تولي لك ب 24000 عام جاليت. الماء اللي تسقي به انت في لوطا كان ب 3000، توا كي ولا ب 6500.